يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج الفوازير الدينية حكايات في رباعيات. تخيل ان انا كشخص واحد عندي من القصص لناس كان مرضها مستعصي جدا الى ان شفيت بامر الله لا تعد ولا تحصى. فما بالك لو كل شخص عنده قصة بس واحدة. محتاج ايه تاني اكد لك عظمة وقدرة ربنا؟ اكيد محتاج ان انت تتابع البرنامج اللي بيبسط المواضيع ويقلل المسافات ويزودك معلومه ويزودنا حسنات وكالعاده انا علي الفوازير وانت عليك التقدير لايك كومنت شير سبسكرايب لو بتتفرج على اليوتيوب. انا محمد الكافوري ودي حكايه جديده. حاكم من بني اسرائيل امر في قومه ذهاب الى قريه فيها قتال، خافوا يروحوا عشان كان فيها طاعون شغال، فتحججوا وقالوا له لا يمكن، ربنا ارسل فوقهم زيه يمكن فيهم واحد يؤمن. لكن هربوا من قريتهم وملجأوش لله ودعوه، اتحايلوا على الموت وفروا لمكان تاني بعيد سكنوه، واتصاب برضه بنفس الداء، قاموا بكل غباء من تاني يفروا كأسراب طير جريح إلى أن وصلوا وادي أفيح. قالوا نجحنا، ظنوا خلاص انتهت المحنة، سمعوا نداء من تحت وفوق موتوا جميعا ما تبقاش منهم مخلوق. إلى أن مر نبي عليهم بعد سنين كانوا هياكل بني أدمين، وتعجب إزاي دول ماتوا. جاله الوحي، تحب تشوف كيفما نحيي المرأة ثانية بعد وفاته؟ نادي عظامهم تاني تعود، نادى وعادت، نادي عظامهم تكتسي لحما حدث وكانت، نادي عظامهم تاني تقوم على حيلها بأمر من الرحمن، قامت من تاني وأحياهم واهتدوا وقتها للإيمان. قالوا بصوت رجل واحد الله أكبر الله أكبر، ثم عاشوا لحد أجلهم دون هروب أو نقصان.